مرحبا بكم في تطبيق كلية المدينة الجامعية بعجمان. من خلال التطبيق يمكنك تسجيل المساقات ودفع الرسوم إلكترونيا والحصول على التقارير الإضافية والسجل الدراسي. عند الدخول ستجد في الصفحة الرئيسية الخدمات التي يوفرها التطبيق، وفي هذا الفيديو سنقوم بشرح كامل عن عملية تسجيل المساقات حتى الحصول على الجدول الدراسي. اختر من المساقات المتاحة حسب الأوقات التي تناسبك، وسيتم تظليل المساقات المختارة باللون البرتقالي، وبعد الانتهاء سيتم عرض ملخص عن المساقات التي تم حجزها وتفاصيل عن الرسوم والكتب. يمكنك الآن التواصل مع قسم الحسابات خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل من توقيت حجزك للمساقات، أو يمكنك دفع الرسوم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية. اضغط على أيقونة ادفع الآن وأدخل بيانات البطاقة الخاصة بك. وعند نجاح العملية يمكنك الاطلاع على إيصال الدفع. وللحصول على الجدول الدراسي اضغط على أيقونة التقارير الإضافية، اختر نوع التقرير الجدول الدراسي للطالب، واختر الفصل الدراسي والسنة الأكاديمية، ثم اضغط على أيقونة الاطلاع على التقرير.